قطارات تنطلق بسرعة البرق في المغرب، وكبسولات في السعودية بالكاد يمكن للعين مشاهدتها، قطارات تطير بلا أجنحة في الصين، وأخرى تسير على الأرض كالسلحفاة في موريتانيا. مصانع عملاقة في شنغهاي وأوروبا تتنافس على الصدارة، وأخرى يتم بناؤها في مصر والجزائر والمغرب. صناعة القطارات، ماذا نعرف عنها؟ وإلى أين وصل العالم بهذه الصناعة التي كانت سبباً بنهضة الكوكب الصناعية؟ قبل أن نتابع معكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. تقع معظم شبكات السكك الحديدية التقليدية اليوم في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين وروسيا والهند واليابان، وتشكل هذه المناطق حوالي 90% من حركة الركاب العالمية عبر السكك الحديدية التقليدية. بنيت أقدم خطوط السكك الحديدية في المناجم الأوروبية في القرن 16 باستخدام العربات التي كان يجرها الرجال أو الخيول. ومع ظهور القاطرة البخارية وبناء أول خط سكة حديد في عام 1825، تطورت السكك الحديدية الحديثة بسرعة، وتم بناء عربات السكك الحديدية المتخصصة لنقل البضائع والركاب. في القرن 19 كان للسكك الحديدية تأثير مهم على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم، وفيما بعد أتاحت التكنولوجيا إضافة عامل السرعة إلى القطارات مع المزيد من وسائل الراحة للركاب وعربات شحن أكبر وأكثر تخصصاً وأنظمة إشارات ومراقبة حركة مرور أكثر أماناً وأكثر تطوراً. حالياً يلعب النقل بالسكك الحديدية، والذي يتكون أساساً من شحنات البضائع وخدمة الركاب، دوراً حيوياً في اقتصاد العديد من البلدان، وأصبحت شبكة السكك الحديدية في العالم تمتد على أكثر من 1,300,000 كيلومتر. تدير الولايات المتحدة أطول شبكة سكك حديدية في العالم، تليها مباشرة روسيا والصين والهند وكندا وألمانيا وفرنسا. تعتبر اليابان الدولة الأولى على مستوى العالم التي تتمتع ببنية تحتية عالية الجودة للسكك الحديدية. أما مناطق آسيا والشرق الأوسط وإقيانوسيا لديها أكبر حركة ركاب بالسكك الحديدية على مستوى العالم، حيث يتم قطع حوالي 3 تريليونات كيلومتر سنوياً. يعد قطاع النقل مسؤولاً عن أكثر من نصف الطلب العالمي على النفط وحوالي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناتجة عن احتراق الوقود. سيرافق زيادة الطلب العالمي على الشحن وزيادة نشاط الركاب زيادة أكبر في الطاقة وزيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الجوية، لكن الاعتماد على السكك الحديدية لديه القدرة على خفض هذه الانبعاثات، لأنها من بين وسائل النقل الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة لنقل البضائع والركاب. ففي حين أن قطاع السكك الحديدية ينقل 8% من الركاب في العالم و7% من نقل البضائع العالمية، فإنه يمثل 2% فقط من إجمالي الطلب على الطاقة في مجال النقل. مصانع القطارات العملاقة. منذ ثمانينيات القرن العشرين استثمر العالم مئات المليارات من الدولارات في خطوط سكك حديدية جديدة عالية السرعة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، وتوجت تلك الاستثمارات بقطاري شينكانسن الياباني وقطار جراند فيتيس في فرنسا السريعين. في العقد الماضي انضمت الصين للمنافسة وأصبحت رائدة العالم في القطارات، بعد أن نجحت ببناء شبكة طولها 38,000 كيلومتر من السكك الحديدية تصل إلى كل ركن من أركان البلاد تقريبا. أما في إفريقيا فقد حصلت في عام 2018 على أول خط سكة حديد فائق السرعة مع افتتاح خط البراق في المغرب. وتعمل مصر أيضا على مشروع قطار كهربائي سريع يصل طوله إلى 1000 كيلومتر بكلفة إجمالية ستتجاوز 360 مليار جنيه. وعلى مستوى شركات القطارات العالمية، تعتبر شركة CRRC الصينية أكبر مزود لمعدات السكك الحديدية في العالم، هي مؤسسة مملوكة للدولة ومقرها في بكين. تمتلك الشركة 46 شركة تابعة لها،
يعمل فيها أكثر من 180 ألف عامل، ولديها إيرادات سنوية تتجاوز 37 مليار دولار. وتحتل الشركة مرتبة 266 من بين أضخم 500 شركة في العالم. تعمل أوروبا على منافسة الصين من خلال شركاتها الرائدة، خاصة الفرنسية والكندية، أبرزها شركة ألستوم وبومبارديه. وفي أمريكا الشمالية تعتبر شركة يونيون باسيفيك إحدى شركات السكك الحديدية الرائدة من حيث الإيرادات. ففي عام 2019 حققت الشركة إيرادات تزيد عن 21 مليار و700 مليون دولار أمريكي. وفي إفريقيا تتجه كل من مصر والجزائر والمغرب على توطين صناعة القطارات في بلدانها. في مصر بدأت وزارة النقل خططا لإنشاء مصانع في مجالات عدة للقطارات. المصنع سيكون بالتعاون مع شركة تالجو الإسبانية، ومن المقرر إنشاؤه على مساحة 20 فدان في بني سويف. المملكة المغربية أيضا لديها خطط طموحة لإنشاء مصانع محلية. ولتنشيط هذه الصناعة كانت قد أعلنت المملكة عن مشروع لإنشاء 100 قطار، لكن بشرط أن تصنع محليا. وفي الجزائر أعلنت شركة يانغتسي الصينية مؤخرا عن نيتها بناء مصنع لعربات القطار، وذلك بالتعاون مع الشركة الجزائرية لنقل المنتجات الطاقوية STPE لتكون قاعدة لتصدير العربات إلى الأسواق الإفريقية. أسرع قطارات العالم. قطار شانغهاي ماغليف هو الأسرع بين جميع قطارات العالم. يقطع القطار 460 كيلومترا في الساعة، وهو القطار الوحيد في العالم الذي ينقل الركاب حاليا باستخدام نظام الرفع المغناطيسي. وتعمل الصين حاليا على تطوير قطارات معلقة تصل سرعتها إلى 600 كيلومتر في الساعة. ولدى الصين أيضا ثاني أسرع قطار في العالم، وهو قطار CR400 فوشينغ، تصل سرعته القصوى إلى 350 كيلومترا في الساعة. ومن الصين إلى ألمانيا يأتي قطار ICE3 في المرتبة الثالثة عالميا كأسرع قطارات العالم. يعرف هذا القطار في ألمانيا باسم الدودة البيضاء. وعلى الدولة الحدودية مع ألمانيا فرنسا يتواجد القطار الرابع على مستوى العالم في السرعة. تعرف هذه القطارات باسم TGV، وتصل سرعتها إلى 320 كيلومترا في الساعة على بعض الطرق. وبالعودة إلى قارة آسيا، تأتي قطارات اليابان في المرتبة الخامسة بسرعة تصل إلى 320 كيلومترا في الساعة. تعتبر دولة اليابان صاحبة مفهوم السكك الحديدية الجديدة عالية السرعة، وكانت قد قدمت تلك التكنولوجيا للعالم في عام 1964. ومن قارة آسيا ننتقل معكم إلى القارة السمراء، وتحديدا إلى المملكة المغربية التي بات لديها أسرع قطار في إفريقيا، وهو قطار البراق. يربط مدينة طنجة الساحلية بالدار البيضاء في المغرب، وهو بمثابة المرحلة الأولى من شبكة السرعة العالية المخطط لها في البلاد، والتي يبلغ طولها 1500 كيلومتر. ومن قطارات العالم السريعة هناك قطار الحرمين السريع الذي يقطع 300 كيلومتر في الساعة، ويربط القطار بين مدينتي مكة والمدينة المنورة. وتعمل السعودية على إنشاء قطار سيكون الأسرع في العالم. ففي عام 2019 وقعت الرياض عقداً مع شركة فيرجن هايبرلوب وان لإنشاء قطار هايبرلوب. ستقوم شركة فيرجن ببناء منشأة للبحث والتطوير والإنتاج في شمال جدة، بالإضافة إلى أنبوب السكك الحديدية بطول 35 كيلومتراً. ومع نظام القطار الجديد يمكن قطع مسافة 948 ميلا بين جدة والرياض في 76 دقيقة. أما قطارات اليوم قادرة على قطع هذه المسافة فيما يقرب من 10 ساعات. وانتقالا من القطار الأسرع إلى الأطول، فلا شيء يفوق سحر القطار الموريتاني نواذيبو، الذي يصنف بكونه القطار الأطول والأثقل والأبطأ. يشكل القطار عصب الحياة لعشرات الآلاف من الموريتانيين، قاطعاً في اليوم أكثر من 700 كيلومتر، ومحملاً بآلاف الأطنان من الأتربة المليئة بالفحم ومئات الموريتانيين الذين أصبح ذلك القطار وسيلتهم الوحيدة للتنقل عبر الصحراء.
يربط القطار بين مدينتي زويرات ونواذيبو، ويبلغ طوله كيلومترين ونصف، ويجر خلفه 250 عربة، ويصل وزنه إلى أكثر من 32,000 طن.